لكل منا زلاته، لكن لما كتنزل الهداية من عند مولانا أكيد كيمسحنها لينا ببعض الصعاب الدنيوية باش يختبر مدى ثباتنا فيها. فكين فينا اللي تقدر يتخطاها، وكين فينا بعض الأحيان اللي تيفشل فيها ويرجع لما كان عليه في الأول، أو لا فينا اللي تيفسرها لأنه مولانا راه ما تيبغيش، وغير هذا من المفاهيم. حكايتنا الليلة شبيهة لما قلته الآن. حكايتنا الليلة فيها درس كبير لكل من أراد أنه يتخلى على ما هو منطقي في شريعتنا الإسلامية من أجل شنو بغاو الناس أو لكيفاش نرضيو الناس. ما تمشيو فين وبقوا معنا باش تشوفوا حلقتنا الليلة. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي ليك. نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هانيه. شكرا على تعليقكم الرائعه اللي ما كنفلت فيها حتى شي وحده وكنقراها كامله. شكرا حيت تمنيتوا لي انني نتشافى ان شاء الله، وشكرا على كلامكم الطيب اللي كتقولوا في حقي. حتى انا بدوري كنشكركم دائما وابدا على وجودكم وعلى التحاقكم بهاد القناه اللي بوجودكم نتوما خليتوها تطلع. وباش تكون من الاوائل اللي كيوصلهم الفيديوهات كيف كنحطهم، فما تنساش انك تفعل داك الجرس لتحت باش دائما توصلك رسالة بلي أنني حطيت فيديو، وتخلي لي تعليق ونقراه ونفرح به. فخليني ما نتعطلش عليكم أكثر ونقول لكم تبعوا معنا حلقة الليلة لنبدأ. هاد الحلقة اللي صاحبتها كتقول أنا غني اختار كاسم مستعار ليا سامية. كتقول أنا سامية كبرت وسط عائلة اللي هي متوسطة، ما عندناش وما خصناش، والديا قاريين وعندهم دبلومات اللي هما جامعيين، بابا كان خدام وموفر لنا كل شيء. ماما بدورها كان عندها واحد المشروع ديالها صغير اللي ورثاته من عند باها اللي كان عنده وسدو، وهي تكلفت باش انها تعاود تاخده وتجددو من جديد حتى نجحت فيه. ولكن كانوا عندها مشاكل مع خوتها في الورث وهذا الموضوع بوحده. كبرت وسط عائلتي كنقرا في مدارس اللي هما مزيانين، كنا عايشين حياه بسيطه وبعيده على المشاكل. عندي 4 ديال الخواتات، كان كل شيء مزيان حتى بدينا تنكبروا، وكنسمعوا من عند العائلتين بزوج عندهم غير البنات غادي يجيو ياخذوا لهم الورث، خصوصا حيت عند العائله ديال ماما وبابا غير الدراري. فبدات هذه القضيه كتاثر بينا بزاف، وبديت انا شخصيا كنتاثر لدرجه تعاير والدينا بينا، تيبداو يقولوا لهم مع ربي ما عطاكمش الدراري. وهذه القضيه كانت كضرنا بزاف وكيبقى فينا الحال. حتى الواحد نهار وانا عندي 10 سنين باقا كنعقل غادي تحمل ماما، وعرفنا باللي انه عندها دري فرحنا بزاف واخا كنحملها صعيب. وهنا فين غادي تبدل حياتنا، ماما مرضات غادي شدها واحد الوجع اللي كان قاصح، فانت كتوجع وكتشهد وما يطلقوا القران. وانا ديك الليله حلمت بحل شي حاجه اللي كانت خايبه، جاتني تبوريشه وتنبكي، وكانت الاجواء جد حزينه في الدار بحال عندنا العزو، وكانت عامره بالناس. وبالعقل نتاع دابا تنقول غير التأثير ديال الطفولة. من بعد هاد النهار غادي يدو ماما للسبيطار، وغادي يلقاو بلي انه توفى ليها البيبي ديالها اللي هو خويا. وانا في هاد الفترة غادي نتبعهم وشفت هذيك الطريبية كيفاش كانت زرقاء، وحضرت حتى للدفين ديالو اللي غادي يدفنوه في دار موت بابا. عاوتاني شفتو مرة أخرى بعيني وبقات لاصقة ليا الصورة في راسي. وحيتاش كنت صغيرة هاد الأمر غادي يأثر عليا حتى وليت كنخاف من الحمالة وحتى من الدراري الصغار ليومنا هذا. فهاديك الليلة لما رجعنا للدار كانوا الجيران تيصبنوا الحوايج ديال ماما في الماكينة اللي صوتها حتى هو ربطته بهاد الأحداث لدرجة كنت كنتخلع منه لمدة 4 سنين. كل ما سمعته ما كنتش كنعس. من مورا هاد النهار غادي نمرض أنا وماما. ماما مرضت لأنها طبيعي فقدت ولدها، حيتاش كان واحد الطفل اللي هو مكمول كيف قلت لكم ولدته على 9 شهور. وانا غادي ندوز من ازمه نفسيه اللي فيها كنت كنلوم ماما باللي هي السبب، خصوصا لما كنت كنشوفها كتحمد الله وكتشكره. كنت فاهمه انه لما كتحمدي الله وانت وسط شي حاجه خايبه كانك فرحانه وباغاها توقع. كنت ديما نبكي ونلومها ونقولها انت هي السبب وانت اصلا ما كنتيش باغاه وحقدت عليها. هي كانت متاثره بولدها وانا كنت كنجي كنفقسها وكنقول لها راه الاستاذه ديالنا حامله وقريبه تولد. كنت نحس كانني كنت محتاجه انني ناذيها باش نرتاح، لدرجه حتى القران انا ذاك كنت ما بقيتش كنحمل الله يسمح لي انني نسمعه لاني ربطته مع ذكريات اللي هما خايبين، واذا سمعته كنت كنتعصب. واحد النهار بديت كنشوف شي حوايج اللي هما في شكل، وليت كنتخيل شي ناس في دارنا في شكل، كنت كنسمع اصوات ديال الناس كيهضروا معايا، وديت كنخاف الناس بوحدي. كنت فعلا غارقه في واحد الحاله نفسيه اللي كانت صعيبه، واللي كان حتى شي حد انا ذاك ما شد بيدي ولا عرف شنو عندي ورغم صغر السن ديالي. خوتي ما تاداوش بهذا الشيء لانهم كانوا صغر مني وكانوا مبعدينهم، اما انا كنت ديما كندخل راسي اولا كنفرض راسي عليهم حتى ولفوني وما بقاوش كيبعدوني. حتى في قرايتي ما بقيتش مزيانه وليت عدوانيه بزاف، وليت كنتنمر مع الصغير وحتى مع الكبير، وليت بعيده حتى على مولانا. تخيلوا اي حاجه خايبه كان كيعجبني انني نديرها. درت 15-16 سنه وليت فين ما كتبان لي شي وحده دايره الزيف تنضحك عليها وتنبدا تنقول شوفوا الجهل، وكنبقى كنعاير فيها
نقول هاد الناس ما بغاوش يتقدموا. اش هاد الحاله فاش هي؟ ما كنتش كنبغي نسمع القران. فعائله بابا كانوا عيالات محجبات، ما كنتش كنحملهم يجيو يهضروا معايا ولا حتى يجيو يقيسوني. واحد الدري مسكين كان باقي تنعقل عليه، الله يسمح لي منه، كان تيقرا معايا، كان مريض بالتوحد، ما كنتش مزيانه معاه نهائيا. دازو بزاف ديال الحوايج اللي تنقول عليهم يمكن هادوك الذنوب هما اللي تيخرجوا فيا اليوم. واحد النهار كنت جالسه وبداو تيجيوني شي افكار كانني نسيت الاخرى وتلهيت غير في الدنيا. بديت تنقول مع راسي راه كاين مولانا في الاخير غادي يحاسبنا، وكاين الموت وكاين الاخره. انا في ديك الفتره كنت مآمنه بالله، زعما ماشي ملحده، ولكن حسيت بحيلة بقوة ما دعيت مولانا ما لقيتش الإجابة منه. فالجهل في الأمور الدينية خلاني نوعا ما أنني نتمرد، حتى بشوية بشوية بديت نقول مع راسي، كنقول ربما خير هادشي اللي وقع، ربما خير أنه ربي ما خلاش هذاك خويا يعيش. هذاك النهار كانت عندي الحصة نتاع التربية الإسلامية، أول مرة غادي ندخل ليها، بقيت كنتسنت الأستاذة. فسالات الحصة مشيت للدار قلت أجي، علاش ما نديرش الزيف، اجي نجرب نديرو. الحمد لله ياك تصرحت مع هاد النقطه. مشيت كنجربو، كنشوف راسي في المرايه كيفاش جيت. بابا صراحه ما كانش مشجعني ولا نهيني على هاد الباب نهائيا، اما ماما كانت مره كتقول لينا راه ما غاديش تقدروا تخدموا به. المهم ورغم هادشي كامله درته، وهنا كانت اول مره غادي نصلي فيها ودعيت الله باش انه يثبتني ويفرج عليا ديك الغمه اللي كنحس بها ساكناني. درت الزيف وتبعت صلاتي، وكان هذا هو الحل الصحيح اللي خرجني من ديك الازمه النفسيه اللي كنت كندوز منها. كنت بوحدي وما لقيتش في منشد، والديا كانوا قاصحين معايا. وهنا غادي ندخل في صراعات واحد اخرين. من نهار غطيت شعري غادي تبدا صراعات مع عائله ماما، مع الناس اللي كنا دايرين بهم في المدرسه. انا اللي ما غاديش نقدر عليه، انا ما نخدمش به، ما نقدرش نتزوج به، ما نقدرش نحقق مستقبلي به. وليت كنحس بلي انه هاد الحجابه ولا الزيف اللي دايره فوق من راسي عاطيني واحد القيمه كتقلل مني. وليت كندوز من ايام اللي هما خايبين من جديد، عامين وانا في نفس الحاله وما فهمتش علاش. في هذيك الفتره درت 18 سنه، ورغم هادشي كله بقيت مثبته في صلاتي وفي حجابي اللي كنت دايراه بطريقه اللي هي صحيحه، حتى كلشي ولا عرف بلي انني وليت ملتزمه. داز الوقت شديت الباك ودخلت نقرا واحد الشعبه في المغرب، ما عجبتنيش مشيت قلتها لدارنا. في نفس النهار كان جا عندنا واحد ولد جاره كيعاود لينا على واحد الدوله اوروبيه، قررت انني نجرب حظي فيها، نمشي ليها واخا حتى حد ما كان مرتاح باش انني نمشي. حتى انا غير هو قلت اجي نبدا حياه جديده. وصراحه كون فكرت غير شويه ما كنتش ناخذ هذا القرار اليوم. جمعت حوايجي فرحانه ما فرحاناش ومشيت لديك البلاد اول مره بوحدي وما عنديش اللغه ديالها. شديت اوتيل علين ما نلقاش اسم صار يلقى لي الكرا. فعلا لقيت الكرا مع واحد البنات اللي صراحه كانوا بنات اللي هما شويه خارجين على الطريق، ما ارتحيتش معاهم حيت طريقتي في العيش ولبسي كان بعيد عليهم بزاف. وهنا فين عقليتي بدات كتاثر، كنشوفهم تيخرجوا والناس كيفاش دايرين ليهم قيمه، وانا اللي داخله سوق راسي حتى حد ما معبرني. دخلت نقرا اللغه وكنشوف بلي انه تيديروا الفرق ما بيني وما بين الاخرين اللي تلبسوا عادي ما معبرينيش وما مسوقينش ليا. وهنا بديت شي شويه تنلبس الجين وكنقصر لباسي وكنغير الطريقه ديال الحجاب ديالي، ولكن حتى حاجه ما تبدلات. بقيت كنبان بلا قيمه، ديتها في قرايتي ودخلت الجامعه، بدلت دوك البنات مع منكريه، ولكن لقيت راسي بلي انني مازال في وسط المعاناه. تحد ما تيشوف فيا بحجابي اللي حاطاه فوق راسي، وتحد ما كيعطيني قيمه. وصراحه هاد الافكار كانوا ما بين اكبر الاغلاط اللي وقعوا لي في حياتي، حيتاش كون من الاول حبست هاد التفكير بهذه الطريقه ما كنتش نوصل لهادشي. المهم غادي نمشي نسكن في واحد الدار اللي بالصدفه كاينه في واحد الدرب اللي كله مافيات. تخيلوا كتكون بنديزه من طريق كيشدوها ويدخلوها بزاز منها، ومره كنسمع القرطاس ولا بعض المره كتسمع فين غبر هذا راه قتلوه والبوليس ما قادينش عليهم. انا هادشي صراحه كنت كنشوفه غير في الافلام، حتى لقيت راسي وسط منه وليت كنقلب نتحول من داك الدرب. خفت بزاف، خصوصا كان كيبان لي راسي غير محبوبه. فاش كنت كنقلب باش انني نتحول غادي نتلاقى مع واحد السيد، طلبت منه باش انه يعاونني باش نلقى خدمه ونعاون راسي. كان يقول لي بلي انه لا ما غاديش تلقايها، وخصوصا حيت دايره الزيف ديالك وبما غادي ديري والو. قال لي سمعي نقولك انت زوينه استغلي الزين ديالك، علاش حابسه بهذه الطريقه؟ ما عجبتنيش هضرته فديتها في قرايتي، وكانت صعيبه الجامعه تما حيتاش اللغه مازال ما تمكنتش منها، وكنت بوحدي. دارت بيا الدنيا، دخلت في اكتئاب، ودارنا تيقولوا لي ما ترجعيش بقاي وكملي. دخلت وسط واحد القوقعه ما بقيتش كنخرج منها، مرضت وبداو كيجوني شي اعراض في شكل وكنحس بالدوخه. بديت كنقول مع راسي يمكن الا غير الجهد اللي تنعطي لراسي والقلق اللي تنعيش. بابا بدا تيعيط لي ويقول لي عافاك بنتي تكيسي على الميزانيه، راه ما كايناش غير بوحدك راه كاينين خوتك الاخرين. بقى فيا الحال، بدوك الغدايد نتعيط لهذاك السيد في الاول اللي رفضت وقلت ليه
لقى ليا شي خدمه وكيف ما كانت. قال ليا والزيف، قلت له راه كاين الحل. قال ليا صافي اجي الساعه الفلانيه في البلاصه الفلانيه. لا غد ليه لبست سرواني والبودي ديالي ودرت طاقيه وداكشي اللي لبست لا علاقه مع شخصيتي، ورحت بحجابي وانا في طريقي غدا وتنبكي حيت عارفه اش مدايره. خدمني داك السيد عنده حتى شويه ولا كيقول لي حيدي الطاقيه ولا تخرجي. لقيت راسي محتاجه لهذوك الفلوس، ولكن قررت باش انا نخرج من الخدمه واخا كنت محتاجاها. فكان بابا كيصيفط لي مره شي بركه اللي كنت كنتزير عليها ولكن ما كانتش كافياني. لقيت راسي من جديد تزيرت وعاودت مشيت لعند هذاك الراجل، طلبته رجعني حيد السيف مره، ما غاديش نعطي الاعذار لراسي لانني عارفه بانني غلطه وها هي تمكنت مني الدنيا. انا اللي كنت كنشوف شي وحده حيدات حجابها كنت كنعايره، كنت نقول يا ربي لا تجعلني بحالها. حيت حجابي ولكن بقيت شاده في صلاتي، صاحبت مع بنات لا علاقه لهم بيا ولا علاقه لي بهم. درت 23 سنه، ها هو بدا ضغط واحد اخر من نوع اخر. ماما كتعيط، بابا كيعيط، علاش؟ باش يقولوا لي راكي كبرتي وصلتي لسن الزواج، فلانه صغر منك تزوجات وفلانه بنت فلانه راه تزوجات. وانا تيبان ليا بلي في هاد البلاد حتى حد ما غادي يليق بيا. واحد البنت كنت ساكنه معاها اللي كانت مجربه كل شيء في حياتها، انا كنت شكيت عليها وهي تقول لي يلا معايا. فين غير يلا؟ خرجت معها على اساس اننا غادي نمشيو لواحد القهوه نكزو فيها، وحنا دايزين قالت لي اجي معايا لهنا واللي كان ملها ليلي. ما بقيتش وبقات عليا بقات عليا حتى غرمني الشيطان ودخلت، ولكن ربي شاهد انني ما درت والو. جلست في الجنب وما حملاش دوك الاجواء وديك الريحه. رجعت للدار وبديت تنبكي الليله كلها حيتاش ما رضيتش على الحاله اللي وصلت ليها. كنت كنصارع ما بين نفس الاماره بالسوء وما بين نفس اللوامه. وحده كتقول لي مزيان عيشي حياتك، والنفس اللوامه اللي كتقول لي لا رجعي في حالك، ماشي هذه هي حياتك، رجعي لطريق مولانا احسن لك. واحد النهار وانا خارجه مع صاحبتي نيت، كان جاي عندي واحد الراجل مغربي عنده 35 سنه بغى يتعرف عليا وقال لي اجي نوصلك. انا عمري ما دوزتش من شي علاقه في حياتي، ولكن منين بديت تنفكر في هاد الهضره ديال ماما على الزواج قلت اجي نعطي فرصه لراسي ونجرب. قلت لصاحبتي اللي كانت غاده معايا اجي معايا، قالت لي لا غير سيري بوحدك راه عادي. فاش وصلنا داك السيد تهجم عليا ما عجبنيش الحال، بديت كنغوت وكنبكي. خرجت نجري من طوموبيلته وبقيت كنبكي في الزنقه حتى وصلت للدار. دخلت توضيت وبديت نصلي ونطلب الله يغفر ليا. خرجت من ديك الخدمه رجعت الحجاب ديالي وبعدت على داك النوع ديال الحياه اللي ما كيشبهنيش واللي ما لقيتش فيه راسي. دوزت عام كله نوعا ما بخير وغير بوحدي، حتى وليت كنحس براسي بلي انني بغيت ندخل وسط شي قنطه وسط شي اكتئاب. تنقول غير صبري حيت الصبر هو اللي غادي يبقى احسن حل. كيف كنت قلت لكم في الاول كنت كنحس بزاف ديال الاعراض اللي كانوا غريب عليا، وكنت كنقول راه غير القلق. فمشيت ندوز ولقيت راسي بلي انني عندي سرطان قرب ينتشر ليا في الدات ديالي كلها. تصدمت ما عرفتش ما ندير ولا نقول، قلتها لوالديا تخلعوا عليا. بديت نبكي بالليل وبالنهار، في الليل كنبقى حالة عيني وليت كنخاف من الموت. تنقول ليله الموت ليله غنموت وما غيحس بيا حتى شي حد، وغادي تكون هذه هي النهايه ديالي اللي كنستاهل على هاد الفعايل كلهم. كنت عارفه انه ما كايناش شي وحده غادي تحيد السيف غتخرج عاقبتها على خير. دعيت الله وبكيت وبقيت في حصص العلاج وصحتي غاده وكتطفى. وجاني السكر فوق من المرض وصحتي غدا وكتطفى، جاني السكر فوق من المرض ديالي اللي عمرني توقعته ولا عندي عليه شي معلومه. فمع الايام السرطان نوعا ما بريت منه، اما السكر كان خاصني ضروري انني نتعايش معاه. ووسط هادشي كله الميزانيه الماديه ديالي غاديه وكتنقص وما قادراش نقولها لبابا. الحمد لله تشافيت ورجعت للخدمه اللي هي شريفه، ولكن مره اخرى حيدت حجابي للاسف. انا صراحه ما كرهتش انني نرجع في حالي، وفاش قررت لقيت بلي انه الباك ديالي مات وما بقى عنده حتى شي دور في المغرب، فقلت صافي نبقى هنا واخا حيد سيفي وما مرتاحاش وباقا كنتعرض للعنصريه واخا بلا زيف. حجابي تنحيدو في الخدمه وفي الجامعه وكنعاود كنرجعو وانا في طريقي لداري. ما بقيتش عارفه واش نلوح عليا هادشي كله ونرجع للمغرب فين كنلقى راحتي ونرجع لحياتي. وربي شاهد عليا كل ما تفكرت هذا الموضوع شحال قلبي تيضرني وتيبكيني. واخا راني عارفه راسي بلي انني ضعيفه وكاينين بنات قوى مني، او لا نتعايش مع هادشي ونبقى نكمل حياتي في الغربه ونحارب على داكشي اللي بغيت حتى نشد الدبلوم ديالي وندخل المغرب. كنتمنى من الله يوريني الطريق الصحيح ويعاونني على نفسي ويرجع لي صحتي. وباش نكون معكم صريحه ما بغيتش نرجع للمغرب باش يتشفوا فيا الناس، خصوصا لعائلتنا خايبه بزاف. ما بغيتش نسمع ديك هادشي اللي كنا كنقولوا لكم عندكم غير البنات ما فيهم فايده. ما مستعداش نسمع كلام اللي هو سلبي، عفاكم عاونوني انني ناخذ قرار صائب في حياتي او لا دعيوا معايا. وهذه هي حكايه ساميه. ساميه ما لاحظتيش بلي انك عايشه للناس
اكثر ما راكي عايشه لروحك. شنو عطوك الناس فاش حيدتي حجابك؟ شنو عطوك الناس فاش فقدتي صحتك؟ شنو عطوك الناس فاش كنتي في اعوجاج في الطريق ديالك؟ النظره ديال الناس وكلامهم وارائهم المحبطه هي غايه لا تدرك. هذه صحيح، ولكن واش كتعرفي اكثر من هذا؟ لانه الناس هما اصلا ليس بغايه باش اننا ندركوها. عيشي حياتك تحت سقف ما يرضي الله فقط، وتأكدي بلي أنه نهار أنتي ترضي بما قسمه الله لك سيرضى عنك وسيغنيك من فضله، لا نفسيا ولا ماديا ولا كل شيء من جميع النواحي. أنا غادي نخلي لعائلتنا من المتتبعين يعطوا آراء ديالهم والنصائح ديالهم كيف ما عودونا دائما بحب وأدب باش يقدروا يوجهوك للطريق الصحيح، وهذه راه في حد ذاتها صدقة. سامية، قبل ما نقرأ التعاليق لتحت تأكدي بلي أنه كل شيء تقريبا غادي يقول لك رجعي حجابك، حيتاش العنصريه وما غيرها ليس بعذر ابدا. مولانا لما كيهدي العبد ديالو الطريق الصحيح كيمتحنو بزاف ديال الابواب. كوني قويه وصبري وما تخليش مدخل الشيطان اللي هو هذا الباب ديال ربي باش يدخلك منه. الشيطان ما كيمشيش لعند واحد اللي هو اصلا خارج الطريق، لانه هذاك صافي سلام منه تمكن منه. كيمشي لعند واحد اللي باغي طريق مولانا، واحد اللي كيحاول يصحح راسه في طريق ربي باش انه يغلطه ويخلي انه ينحاز منها. في الاخير لا يصح الا صحيح، الله يثبتنا ويهدينا جميعا. واذا كنتي بغيتي رايي الشخصي غادي نقول لك رجعي حجاب. لست انسانه مثاليه باش انا نعطي نصيحه، ولكن غادي نقول لك رجعي حجابك فين ما كنتي ووسط ما كنتي. ماشي حجابك وماشي الهندام ديالك ولا الطريقه باش كتلبسي هي اللي غادي تخرج الشخصيه ديالك او اللي غادي تقول شكون انتيا. لا، عقلك وقلبك والطريقه ديال التواصل ديالك والعلم ديالك والدبلومات ديالك هما اللي تيقولوا شكون انتيا. كنقول والله اعلم، بقاي في الخارج، تصالحي مع الماضي ديالك. كل صباح تلقي فيديوهات في يوتيوب نتاع التحفيز اللي غادي ينوضوا بالشخصيه ديالك وغادي يفيقوا الايجابيه اللي في دماغك. شربي راسك وكلي راسك كل ما هو ايجابي، بعدي من الناس الخايبين. وما تنسيش الاذكار، هما اكبر سلاح انه ربي يحفظك من الشيطان وانه يعاونك في اي حاجه غاديه في طريقك، وربي يحفظك من اي شر جاي لك. واخيرا يا متابعين، ما كرهتكمش انكم تخليو شي تعليق فشنو هي العبره من الحكايه ديال اليوم. واذا كانت ساميه اختكم او صديقتكم او مقربه لكم، فشنو هي النصيحه اللي تقدروا تخليو ليها لتحت؟ حيت هي غادي تقرا التعليق ديالكم كلها ان شاء الله، لانها محتاجه تعرف شنو دير. دمتم في رعايه الله وحفظه، نتلاقاو في مقاريب. سلام سلام.